عقائد الحق تحتاج إلى تلقين أولاً، وتحتاج إلى تثبيت ثانية. تلقين يعني تفهيم، إلفات النظر. إحنا في كل يوم كم مرة نقرأ وأشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ كل مسلم كم مرة يكرر هذه الجملة في كل يوم؟ أقل شيء يجب أن يكررها 9 مرات في صلواته. إحنا ما نعرف أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما نعرف رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نتشهد في كل صلاة الشهادة الثانية في كل يوم على الأقل 9 مرات. ليش؟ العقائد الحق تحتاج إلى تلقين، يعني إلقاء وتفهيم، وتحتاج إلى تثبيت. هذه قضية مهمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إحدى الأشياء المهمة التي نجدها في الأدعية عموماً وفي دعاء الندب تثبيت هذه العقائد الحق، وكل منا لضمانة المستقبل يحتاج إلى تثبيت هذه العقائد الحق. إذا لم تكونوا قرأتم الأدعية بهذه النظرة، من الآن اقرأوها بهذه النظرة. شوفوا العقائد الحق مبثوثة في أدعيتنا بشكلنا، تركيز داخل النفس، وهذه قضية مهمة.